5 جنيه. سعره كويس، سعره كويس. لا في بعض التجار مخبيه السكر، معرفش عشان بقى لو ثبت السعر مثلا ب 7 جنيه ولا ب 8 جنيه هينزلوه. كويس اما كان بقى ب 5 جنيه، اما كان ب 9 جنيه ما كناش عارفين نجيبه. سيادتك يعني الناس الغلابه اكتر من عندهم 4 جنيه. موظفين؟ اه موظف. ماشي، بس الموظف ده هل الراتب بتاعه 1500 بالشهر؟ يعني كل واحد مسؤول ان يبقى في رقابه برضه شويه على الاسعار، لان كل واحد عامل سعر مع نفسه وكل واحد بيعلي مع نفسه. انا بوجه رساله لاي مسؤول، الناس تحاول تراقب السوق والمستثمرين، وربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظنا ويحفظ مصر وشعب مصر وجيش مصر وشرطه مصر ورئيس مصر، وده حيا مصر.